هذه الميليشيات او المرتزقه الموجوده في سواء كان في زله او هراوه او هلال النفطي، هذه الميليشيات هدف منها يعني الاخضاع او الابتزاز المواطنين واخضاع لعمليه المواطنين لعمليه الكرامه فقط الهدف منها. ويعلم جيدا ان الكرامه ليس لها قاعده شعبيه، فبالتالي اعتمادهم كلهم على المرتزقه الاجانب. وما حدث في زله انا ويحدث ايضا في جفرة او مناطق اخرى، لان الناس فدوا من هذه الميليشيات او المرتزقه، فبالتالي لا بد ان يثوروا عليهم يعني. اذا هناك نعم، ولكن قبل هذا وذاك لا بد نحن كنطالب البعثه الامميه، لان لا بد من معاقبه من يستخدم في هذه المرتزقه ضد الليبيين باعتبارها ليبيا ويعني لا زالت تحت بند او الفصل السابع. فعلى البعثه الامميه والمجلس الامن ان يتحمل مسؤولياتها ازاء كل من يخرق. طيب